هذا الزوبع كان بيهاجمني بيقول انت بتهاجمه ليه؟ مش عايزه تتكلموا ليه؟ تعال نسمع زوبع وهو بيهاجم الاخوان برضه. الناس ما خدتش فرصه، مش صحيح. هذا لا يعني ان الرئيس مرسي ولا الحكومه بتاعته ما كانش عندها اخطاء، كان عندها اخطاء وبلاوي. الراجل ده اخوان، كان متحدث باسم الاخوان بيتكلم عليهم. وجد غنيم احد اضلاع الاخوان. ابراهيم منير واقعين في بعض. انا بقول لكم خلال الحلقات القادمه هطلع لكم بالتفصيل ما يدور، لانهم بقول لك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فعلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. تعالوا نشوف في فيديو معانا مجمع لهذا الشخص اللي بيدعي انه يعني عايز يعمل نفسه. وانا قلت ده لازم يروح لخالد يوسف. تعال نشوف. ارزاق يا راجل، ده البلد امه ده عياله، امه ده عياله، امال ايه؟ واحده يتغطى بيها وواحده ايه؟ ما فيهاش لا سرير وفي مكان هو الرئيس مرسي وحش ما بيعرفش يأدي، بيعمل لهم كده ما اعرفش انا حاجه كده، مش مشكله هتسلخهم وتديني فلوسك. مش كان بيقول اديك مش عارف ايه تطلع ايه، فاعمل لك ايه يا استاذ؟ وكنا كده وبقينا كده ورحنا كده انت ملعوب في بطنك. لا كده اتزروطوا. ده نموذج انا مش عارف اقول ايه. معتوه؟ اقول فقد عقله؟ الله اعلم.